في فريق طلابي من كلية الهندسة جامعة المنصورة قدر انه يفوز بالمركز الاول على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا في مسابقة ديل تكنولوجيز 2023. المشروع تم اختياره للمركز الاول من ضمن 275 مشروع من 29 دولة منافسة في المسابقة. بمشاركة 29 دولة فاز فريق طلابي بكلية الهندسة بجامعة المنصورة بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في مسابقة ديل تكنولوجيز 2023 والتي تقام للمرة الأولى في جامعة المنصورة. مشروع طلاب هندسة جامعة المنصورة تألق وحصد المركز الأول ضمن 275 مشروعاً، وأطلقت شركة ديل تكنولوجيز مسابقة مشاريع التخرج السنوية لطلاب المرحلة الجامعية من جامعات الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا. وشارك فريق من كلية الهندسة بجامعة المنصورة بمشروع استخدمت فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع إنترنت الأشياء لتنفيذ تقنيات الجيل الخامس من منظومات الاتصالات. ومثل الفريق طلاب من قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم، وهم أحمد السيد وعبد الرحمن بيبرس ومحمد طه ومغفرة شريف وشموع محمد وحبيبة أحمد ويسرى السيد، وذلك تحت إشراف الدكتورة نهلة بشري المدرس بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم.